اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده. ولما نقول خليها سمك النهارده يعني سامع هس. معانا بوري من خير مزارعنا، الثلاثه في الكيلو، الاثنين في الكيلو، مش هو ده المهم. المهم ازاي نعمله مشوي النهارده بطريقه لطيفه ونجمع ما بين تشكيله الخضار والسمك البوري مع الطبق يبقى لطيف وجميل. استفيد بالخضار المتواجد جوه السمك بما ان احنا في الحر محتاجين للسوائل والخضار بتاعنا في اكله السمك بالذات. معايا سمك فيليه قشر بياض النهارده، عايز اعمل له شوربه، شوربه السمك بالكريمه للاطفال الحلوين اللي مش بياكلوا السمك ولكن مع الجمبري او مع شوربه السي فود او مع شوربه السمك بياكلوها وبيحبوها وزي الفل. طبعا الرز بتاعي النهارده مش رز صياديه، رز بالطماطم والجزر. ايه فكرته؟ هنشوفها طبعا التركايه مع بعض، ازاي حبيت الرز تصطدم بجزر وسكريات الجزر مع الطماطم وازاي ناكل الرز ده مع اكل السمك لطيفه وجميله. ازاي سمك بوري من خير مزارعنا نعمله بطرق جديده، والصوره الحلوه من خير مزارعنا تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. سمك بوري تقريبا الثلاثه عاملين كيلو 200 جرام، دي المقادير. سمك بوري مشوي، هنعمله مشوي النهارده في الفرن، نقدر نقول زيت وليمون بخلطة الشيف بالخضار، ولكن هي الفكرة جديدة. المقادير على الشاشة، بوري تقريبا 3 عاملين كيلو 200 جرام، وكل ما كانت السمكية ملحمة كل ما كان فيها لحم وتبقى لطيفة وجميلة استفيد بيها. معانا تشكيلة من التوابل، توابل فيها كزبرة، فيها كمون، فيها حبهان، فيها شوية كركم، فيها زعتر، معلقتين من الزبدة، معانا شوية شبت، معلقة فلفلة حلوة، التوم أساسي معانا، والبصل والفلفل. تعالوا نشوف ازاي نعمل سمك مشوي في الفرن. البوري شطار واحنا بنشتريه، ولكن روعه البيت. بنصحك تعملي السمك في البيت، تعرفي تستخدميه ازاي ونظافته والحاجات اللطيفه، سبايسي مش سبايسي حسب رغبه ولادك واسرتك. مقادير البوري شفناها على الشاشه، والتوابل اللطيفه دايما بقول التوابل لما تعمليها من اختيار ايدك يفضل. يعني بنروح عند العطار ما نقولوش هات توابل سمك، ما نقولوش هات توابل كبسه، ما نقولوش هات توابل رز معمر. انا ضد ده، مش ان انا بحارب بتوع التوابل ولا بتوع المحمصه، لا، انت خدي تشكيله التوابل على البيت، كمون، كزبره، حبهان، ورق لورا، ودرسين، قرفه، وهكذا، وابداي ركبي التوابل انت من بين اصابع ايدك. امهاتنا كانوا يعملوا كده، ما كانش في عطار نقول له اديني تركيبه كبسه، يبقى انا وجاره ام محمد وام سعيد وام ابراهيم نفس الطعم ونفس الاكل. خلي طعمك مختلف وخلي التست بتاعك مختلف. تعالوا شوفوا نعمل السمك المشوي ازاي على طريقتي. معانا كبه، حلو قوي زي الفل. هاخد الكبه اللطيفه دي كده واجيب طاسه اسيح فيها شويه زبده. الله عليك يا شيف، شكلك هتخترع حاجه النهارده، هو ده المطلوب. يا نعم، هنخترع حاجه النهارده. الطاسه دي ونسيح شويه زبده على النار هنا كده، وانا بسيح الزبده هنزل بيها عم الشيف بالثوم. ده مهم جدا، فكره ان انا اشوح الثوم على النار للسمك. في مشاكل بتحصل مع السمك لما بنحط الثوم جواه، بيبقى الثوم لسه ني، نيجي ناكل السمك نلاقي طعم الثوم غالب على طعم السمك. ده بيحصل معاكي لان تسويه السمك بيستوي بسرعه، بتبقاش لسه الثومه خدت راحتها في السوى. الطاسه دي على النار بحط فيها معلقتين من الزيت لطاف كده، حلو، بحط عليهم مكعبين من الزبدة. ده الجديد، وعند الجديد يبقى سمع هس. ودي الزبدة، معانا عصير ليمون أساسي طبعا، حلو. استنى على الزبدة لما تسيح، فص توم حلو محترم. التوابل بتاعتنا في قلب الكبة، بنحط عليها قرن فلفل حار، ممكن يكون أحمر بالشكل ده كده، ومعانا حبة فلفل أخضر رفعنا البذر منها، بنكسرها في الكبة كده. وأنا شغال معاكم واحدة واحدة، معلقة فلفلة حلوة اللي هي الهريسة الحلوة في قلبها، حلو يا عم الشيف، قليل من الشبت، قليل من الكرفس، كرفس ملك الأسماك، كرفس البلدي بالذات بتاعنا. ممكن تلاقي الكرفس في السوق الكبير ده سعره غالي شوية، جيب الصغير اللي هي الحزمة الصغيرة دي، على فكرة سعرها حلو في متناول الجميع.
ولكن بتدي طعم في الشوربه وفي السمك. الكرفس بالذات بتعملي سمك في البيت يبقى لازم كرفس. حطينا الخلطه اللطيفه دي كلها مع بعضيها. تعالوا نشوف الزبده اخبارها ايه على النار بالشكل ده كده. ساحه الزبده مع معلقتين من الزيت، بنحط فيها الثوم بالشكل ده كده. هي دي الفكره، ده الجديد بقى، عشان بس برضو امهاتنا اللي بيتابعونا والحريفه بتوع السمك اللي بيتابعونا واللي هي شاطره في المطبخ الاسكندرانيه والسواحليه اللي بيعملوا سمك وبيتابعونا. الشيف المغازي خد الثوم مع زبده على النار ليه يا اختي؟ بنشوي جمبري، بنشوي سمك بالذات، بنلاقي التومه لسه حيه في قلب السمك وريحتها غالبه على طعم السمك، لدرجه ان احنا ما بنعرفش السمك ده اذا كان بوري ولا قاروص، دينيس ولا بولتي، وامور ولا قشر بياض. ليه؟ ريحه التوم بتبقى قويه جدا. فالشيف المغازي جاب الطاسه وجبنا الخلاصه، حطينا زيت زيتون مع زبده مع توم، وسريع التقليب كده. اوعى التومه تتحمر منك، ازعل، هتقلب على فته. حلو الكلام؟ اهو اخد عصير الليمون معايا بالشكل ده كده، بس اشم ريحتها. حذاري، سيب اللي وراكي وقفي عليها، سيب اللي وراكي وتابعيها وقلبيها. دي مهمه جدا على فكره، هي دي التركايه الجديده. انتوا عارفين الشيف المغازي له تركاته وتكاته وبركاته. تومه زيت زيتون زبده، تومه زيت زيتون زبده، تومه زيت زيتون زبده على النار. لسه بس ما خليها تحمر معايا بالشكل ده كده. ده الجديد، جربي اللي انا بعمله ده كده وقولي لي رايك فيه. احنا هنروح من بعض فين؟ في السوشيال ميديا، عشان البوري على السوشيال ميديا، في تواصل من خلال شاشه القناه الاولى والقناه وقناه اكله امي، قصدي صفحه اكله امي، تتابعوا معانا وتشوفوا. ادي الزبده وزيت الزيتون، والثوم، انزل بالليمون. الله، خلص الكلام. يلا، ده الجديد. زبده، ليمون، زيت زيتون، وانا بقلب كده يا عم الشيف. ننزل بتشكيله التوابل اللطيفه الحلوه. توابلنا ايه بقى يا عم الشيف؟ عباره عن كزبره، كمون، بابريكا، زعتر، فلفل اسود. كل دول ينزلوا، الملح معاهم. وانا قاعد كده بخرجنا قاعد استعرض الماتيريال بتاعنا، جبت التوابل وعملت التركيبه دي كده. اقولها تاني بسرعه، كمون، كزبره، زعتر، كل ده مع بعض. واخليها على جنب. خلص الكلام، هي دي التركايه، ده الجديد. هناخد الخلطه اللي احنا عملناها دي مع بعض واضربها في قلب الكبه. فلفل، هريسه اللي هي الفلفله الحلوه، كل دول كده، ونخبطهم كده خبطه. زي الفل بقى الخليط بالشكل ده كده. هنجيب كسرولة زي دي كده ونحط الخلطة اللطيفة دي كده، نشيل ده من هنا عشان ما تعورش ايدينا. الله على الريحة الحلوة دي كده. فلفل حار. شفت الخلطة دي؟ مخرجنا الجميل المبدع اساتذة المصورين حبايبي. هي دي التركاية، توم، فلفل، هريسة، فلفلة حلوة فيها كرفس، فيها شبت. هننزل عليها بالابتكار الطهوي. زي الفل. خلي دول على جنب، الاكسسوارات دي تتحط على جنب. ناخد الخلطه الحلوه اللي الشيف عملها دي اهي. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، هو ده الشغل. ده الجديد. لو دورت على التركيبه دي على التتبيله دي في جوجل بجلالته مش هتلاقيها. زبده، زيت زيتون، توم، سريع التقليب لغايه لما التوم خد لون اشقر كده، يعني فاتح سنه. اوعى تتحمر منك، هتقلب على فته على طول. نزلنا بعصير الليمون بالتوابل بتاعتها. حلو الكلام؟ نقلب دول مع بعض. الله على الخلطه دي. تاني اقولها، هي دي المهمه، السمك موجود والفيليه موجود
واحنا موجودين ومفيش اي مشكله. دي مش موجوده. جبت طاسه حطيت فيها زيت زيتون مع زبده، ساحت الزبده، نزلت بالثوم، وثوم محترم يعني خمس ست فصوص كده مفرومين ناعم، قعدت اقلب فيهم لغايه لما بقى لونها اشقر فاتح. حلو الكلام؟ اه. بعدين نزلت بعصير ليمون كانت في الكبه او بايد الهون بتاعك الحلو اللي جاي معاك في التجهيز، كلنا بنجيب الهون النحاس او الالومنيوم. المهم انك تفرميهم فلفل مع كزبره مع كرفس، كل ده مع بعض، التوابل والملح بتاعتنا زي الفل. اعمل ايه دلوقتي؟ اجيب البوري بتاعنا، وسع كده، وناخد السمكيه البوري دي كده الحلوه، نبص عليها احنا والاساتذه المصورين حبايبنا. الحبايه البوري بيبقى فيها عرق الزفاره عامل زي الشعرايه كده التخينه، بيبقى فيه شعره تخينه كده، فهنا بتبقى دي مكانها هنا. تمام. هنحط الشعره دي هنا كده، لو موجوده بتشيلها بحرف السكينه او بحرف الشوكه او بحرف المعلقه، دي لازم، او بالسكينه اهم حاجه، ما تعورش ايدك وانت بتشيليها. مهما عملت من توابل، مهما عملت من خبره، شيف مغازي يقول لك حطي توم، تحمري التوم، ارشي التوم، عرق الزفاره ده طالما موجود في اي نوع من انواع السمك، الزفاره في السمكه هو ده. هناخد البوري ده كده بالشكل ده كده اهو، التقطيعه دي مطلوبه. دي طريقه للتركايه الجديده في تتبيله سمك بوري من خير مزارعنا مشوي بطريقه جديده. ولكن الجديد تاني برضو قبل الفاصل، خدنا الزبده وخدنا زيت الزيتون مع التوم، قلبناهم على النار لغايه لما التوم بقى لونه اشقر فاتح، خدناهم حطينا عليهم شويه التوابل، كمون، كزبره، بابريكا، حبهان، شويه فلفل اسود، شويه ملح، كل دول مع بعض يا عم الشيف. وبعدين نزلنا بالخضره بتاعتنا الفلفل مع الكرفس في قلب الكبه وخلطناهم على بعض. حلو قوي، زي الفل لغايه دلوقتي. ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده عندي طاسه شديده الحراره، حلو الكلام، بنحط فيها شويه زيت بالشكل ده كده لغايه كده زي الفل. ايه الجديد هنا مع بعض؟ الطبيعي ان بطن السمكه هنا ضعيف. يعني ايه؟ يعني السمكه لما هنشويها هتلاقيها شكلها بقى ايه؟ ضعيف. هنحط في قلبيها كده شويه الايه؟ الفلفل ده كده، ممكن نحط كمان ليمون في قلب بطن السمك اهو، نفس القصه هنا كده، فلفل اهو مع الليمون علشان تبقى السمكه لها شخصيه اهو، زي الواحد كده ما يلبس بدله جديده ويلبس الكرافات عليها اهو، فلفل حار مع ليمونه. هناخد السمك ده كده ونروح على الصينيه بتاعتنا، اللهم صل على النبي، وناخد السمكيه الحلوه كده بالشياكه ونحطها هنا، نفس القصه هنا. نفس القصة هنا. حلو الكلام. أنا عايز التتبيلة دي معايا، هستخدمها في الشوربة. الليمون قبل السمكية ما تاخد شكل بنحطه في قلبها كده ونسيبهم يستووا على النار بالشياكة دي بالحلاوة دي أهو. حلو، زي ما هي كده بتاخد الصدمة النارية، تقوم السمكة تاخد الشكل بتاعها، بعدين بتدخلها الفرن. مش بنضيف أي حاجة خالص عليها إلا بعد ما تطلع من الفرن هنشوف إزاي نستفيد بالبهريز بالبيون بالجوسي بتاع السمك اللي نزل ده كده في طبق رز جميل جدا هنعمله مع بعض. المطبخ ده يا إخوانا فكر طهوي، إبداع. بدأت بالسمك لأن أنا عايز من الاخر مكان تحمير السمك استفيد بيه. هناخد الصينيه الحلوه دي كده ما هي، بص السمكيه بتلعب في قلب الصينيه اهي في الطاسه، وجبنا الخلاصه. يلا مخرجنا الجميل حبايبي اهو، على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ على الفرن. هندخلها الفرن. حاضر عيني اهو، بص عليها ودلعها اخر دلع اهو. حلو قوي، زي ما هي كده. تاني البهريز ده انا عايزه، مش هعمل الرز غير بعد البوري ده ما يستوي. خلي بالك، اعتقد انك انت شاطره دلوقتي وعارفه انا هعمل ايه.
هندخلها الفرن كده ونسيبهم يستوي. الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. هنقفل الفرن بتاعنا، والمرة دي أنا بعد الفاصل جنب إيه؟ جنب مستقبلي، مستقبلي في الفرن، سمك بوري بيتشوي بطريقة الخاصة، معايا بيون، معايا جوسي، معايا بهريز، معايا ديميجلاس، معايا صوص، معايا شوربة، نتيجة شوي السمك عايز أعمل شوية رز يكسروا الدنيا في المطبخ، هو ده الموضوع. أهو بص لي على السمك مخرجنا الله يرجعك يا رب وتزور النبي. شفت البوري في قلب الصينية؟ أهو حلو. أهو الله عليك لسه. هو ده. هنقفلها تدخلها الفرن تاني. خلي بالك يا اختي يا امي يا ست الكل يا ست الحبايب، اضافة الزبدة للثوم وانا بحمرهم مع زيت الزيتون هما اللي بيلعبوا دور كبير جدا في طعم السمك ده. وانسل الزفرة مكان بينا خالص، سواء تعمليه بولتي او بوري او اروس او دينيس او مياس او هامور او قشر بياض، اي نوع سمك نفس الطريقه اللي تبلنا بيها السمك. وتعالوا نشوفوا السمك اللي في الفرن ده وصل لفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا بينا مخرجنا الجميل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بالله عليك تستاهل الدلع دي ولا ما تستاهلش؟ بص السمك جاهز حكاية. والله العظيم ببص ليش غير مصطفى شفيف وشي وزيزو. طب ده كلام يا عم. طب بتحرمني ليه بس؟ تحرمني من ضنايا ليه؟ ده ضنايا. الله أكبر. يلا مسامحك عشان بحبك. هناخد السمك ده نغرفه عشان عايز اللي في الصينية، مستقبلي كله في الصينية والله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا بوريايا خير مزارعنا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ مكانها كده. الله. ودي برضو مكانها كده. ودي برضو مكانها كده. شفت بقى التركية؟ الرز على النار بيتحمص بيتشوق. لا ايوه الله عليك هو ده هو ده. انت كده السمك خلاص زي الفل تمام. لسه هياخد شويه شغل كده هعمله بعدين، بس خلينا الاول نخلص الرز عشان التايم بتاعنا. حلو. لسه في شويه تركية كده هعملها في الاخر بشوقكم انا. هنشيل طبعا الحله دي من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخدها كده ونحطها هنا ونحط السمك ده هنا. تركية أخيرة بسرعة قبل الوقت بتاعنا ما يخلص، عايزين نكملها مع السمك بتاعنا. هتعمل إيه يا عم الشيف؟ إحنا مع بعض أهوت في عجالة. طاسة على النار بنحط الطحينة دي. ركزي بس عشان المطبخ ده شقاوة. الطحينة اللي أنا حطيتها دي زي الفل. معايا مضرب بسرعة. فاكرة ولا أفكرك؟ هو ده هو ده هو ده. بس خلاص ارفع ايدك يا عم الشيف. شوية شوربة من اللي عندي وأقلبه مع الطحينة. دي طحينة. حط عليهم يا عم الشيف عصرة ليمون وأقلب. طحينة مش كريمة. خدت من الشوربة بتاعت السمك حطيت على الطحينة. وأنا شغال كده. دول هينزلوا فين يا مخرجنا الجميل؟ لو قلت والله العظيم هادي لك سمكه من دول. العب يا سمك. حلو. ننزل بدي كده برزنتيشن. يلا بينا وناخد كده. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الله. دوري في جوجل برضه، معاك التليفون في ايدك وابحثي. الف هنا وشفا. لا الطعم ولا الشكل ولا المهارة الطهوية هتلاقيها. ده الجرنش بتاعنا لطيف وبسيط. الليمون طبعا اساسي.
بألف هنا وشفا. عملنا شوربة السمك بالكريمة بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا سمك بوري مشوي على طريقة المغازي، التركية والخبرة جوه السمكة. عملت شوية رز زي ما قال المغازي بالتست وطعم السمك، له صيادية ولا رز بالطماطم، ده رز بالسمك من غير سمك. رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.